شوبينج صار اهيا على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على اصناف متنوعه ومميزه، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقه كتير سهله وواضحه وباسعار كتير مقبوله. انتم مرتاحين ما لكم الا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون اي كلفه توصيل اضافيه. شو أورغانايزر هالشبه الخزاني يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورغانايزر مصنوع من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزي وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل. شو أورغانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة، وإلها غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا إنه نختار الشوز يلي بدنا. ياسا مناسب كتير، 55 ب60 سنتيمتر وارتفاع 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها زهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما ذكرت براكتيكل فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورغانايزر حد بعضهم ب26 دولار بتحصلوا عليها، والعرض هلأ لما تشتروا 2 شو أورغانايزر بتحصلوا على الثالثة مجاناً. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان بلا كلفة إضافية. أوقات كتير بيكون عنا تياب أو عبالنا نشتري تياب جديدة بس ما عنا محل نحطن. هلأ مع هالخزانة يلي منركبها نحنا بإيدنا بالبيت تنحل هالمشكلة. هالستورج كلوزت طولها 175 سنتيمتر، عرضها 105 وغمقها 75 سنتيمتر، بتساع كتير تياب وغراض، فينا نعلق فيها كتير قمصان ونحط كنزات وشراشف وحرمات وكتير إشياء بدنا نصفها وما عنا محل. هالخزانة بتتقطع على 7 كومبارتيمون، ومثل ما شايفين كل واحد قياسه لتناسب جميع أنواع وأحجام التياب والأغراض، والخزانة أكيد بتتسكر وبتحمينا أغراضنا من الغبرة والرطوبة. هالستورج كلوزت بتحصلوا عليها ب40 دولار بس بمجرد الاتصال ببس سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعت الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل 6 البيوت كمان بثواني وبينفرموا، والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم اشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون اي مجهود، باصبع واحد 3 4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة 2 سنين، وفيكن تحصلوا عليها ب 32 دولار بس. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية، ما لكم الا تتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55، وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفة اضافية. قديه منصرف مي لحتى نقدر نغسل ونطهر الاكل؟ هل ووتر فلتر بحل لنا المشكله؟ لانه بنقي لنا وبفلتر لنا المي النازله من الخزان لحتى يصير فينا نغسل الخضره والفواكه وكل انواع الاكل بلا ما نعتل هم انه المي فيها ميكروبات. ووتر فلتر بفلتر على مرحلتين، السيراميك كارتج بفلتر كل الاوساخ والميكروبات الموجوده بالمي باول مرحله، وبتاني مرحله بالنانو تكنولوجي يلي بيزيل كل الترسبات الباقيه. هالووتر فلتر بيركب بكل انواع الحنفيات، وكثير عين التركيب ما قلنا الا نحطه على الحنفيه ونبلش نستعمله دغري. بتحصلوا عليه ب 30 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه، بمجرد الاتصال ببس سيلر على 01 44 55 55. لكل ستات البيوت يلي بتهمهم ريحتهم، سوي برو بلس الجديده هي الحل. هالمكنسه على البطاريه ما إلها شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزنها الكيلو الواحد. بتسحب كل شيء من الكبير للصغير، ان كان على السجاد على البلاط وعلى الباركي. مثل ما شايفين بيجي معها بطاريه وشارجر، ما قلنا الا نشرجها ونستعملها لوقت طويل.
شوفوا شو هينا على الباركي، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في زوم أبداً نشد، متركها تمشي لوحدها. والشي المنيح كمان إنه شكلها الجديد تريانكل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهولة، وإذا بدنا مرقة تحت التخت أو الخزاين أو حيلا شي تاني شوفوا شو براكتيكل منوطيها بهالشكل، هيك بصير فيكن تفوتوها وين ما بدكن. وأكيد هذا الشي بينطبق مثل ما قلتلكن على السجاد كما على البلاط. سبيبرو بلاس بتبرم 360 درجة، يعني بمختصر فيكم ما تعتلوا هم إذا بدكن وقعوا بسكوي أو كورنفليكس أو حيلا شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة منفض الجرور الكبير من الأوساخ. سبيبرو بلاس مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبداً. سبيبرو بلاس هي ماشين ما مندبها لأنه تستعمل 365 يوم بالسنة، والعرض هلأ مع سبيبرو بلاس في 3 هدايا، قطعتين ستيكي برو لتنظيف الفوتويات والتياب وكتير إشياء غيرهم، وهالفرشاية حتى إذا بدنا نشيل شي على السريع. سبيبرو بلاس أكيد مكفولة لمدة سنتين، ولتحصلوا عليها اتصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم ب 46 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الايتمز، شلا يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV.